يعني متضايقين انه انا عم بعت ابني على مكان ممكن ما اعرف اذا بيرجع ولا ما بيرجع، بصير زلزال ثاني ولا ما بيصير، مثل ما صار هلا بهي اللحظه. تمام. لايام بعد الزلزال الكبير لا تتوقف الهزات الارتداديه ابدا جنوب غرب تركيا. وسط هذه الاجواء قابلت شام وطاها في مركز ايواء مؤقت على اطراف انطاكيا المنكوبه. شقيقان سوريان يدرسان في اسطنبول جاء الى هنا بمبادره فرديه. بالبدايه تواصلت مع كذا شخص وكذا حدا، حاولت انه اكون مع منظمه لانه التنظيم بيختلف، بعدين قلت خلص روح لحالك ونظم حالك لحالك. كان طه يقضي ساعاته في شوارع انطاكيا بحثا عن اي متضررين لنقلهم الى الاماكن الامنه، بينما تقف شام وتوزع الطعام والمعونات على الناس. بالبداية كان في ضغط كثير من عدد الأشخاص وما كنا عم نلحق إنه نوفر لهم الباصات اللي بتتحمل عددهم، لأنه العدد كان جدا ضخم. لمبارح صار في باصات فاضية ما في أشخاص، الحمد لله بسبب الشغل الثلاث أيام الأولى اللي كان فعلا أنجزنا فيه. أنا حاسس مهمة الشقيقين النبيلة لم تخلو من مواقف صعبة شاطرا خلالها المنكوبين أحزانهم. رجال إجا مبارحة طلب ما يسخن كرمال حليب، فكنا نحن عم نسخن له وفجأة صار يبكي انه انا باي حاله صرت وما عم لاقي شيء، اولادي رح يموتوا من البرد. كل الشعب ما بتهون عليه كرامته، تلاقيهم لما عم تقدم له المساعده خجلان، حتى اطفالهم، الاطفال امبارح عم اعطيهم مثلا بسكويته كذا، عم يخجل ويتطلع بامه، ما بياخذ مني لحتى امه تقول له خذ ماما معلش، وصوت امه هي عم تقول له فعلا صوت الخجل اقسم بالله. يدرس طه هندسه الادوات الطبيه بينما تدرس شام الصيدله، ولما سالت طه من اول شخص فكرت في اصطحابه حين اردت المجيء الى هنا؟ قال بلا تردد شام. داول كتير انه عن وجود فتاة هون، انه حتكون عبء علينا، ممكن ما تساعدنا، ممكن انه لا نحن نتلبك فيها، بس لا بالعكس كنت فخورة كتير وهذا الشيء عطاني كتير قوة. سبحان الله انه صار عندي شغف كتير كبير، صدقا بالله يمكن هذا اول مرة من سنين بشعر شعور السعادة اللي شعرته هاي الايام. السعادة بمبدأ انه نحن عم نقدر نعمل شيء، عم نقدر نكون ايد وحدة، عم نشوف انه العالم لسه فيها خير، الدنيا لسه بخير.